إذا للوقوف عند الضربة الإسرائيلية لمطار دمشق، انضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الخبير العسكري والسياسي السوري العقيد حاتم الراوي. سيادة العقيد، مرحبا بكم. بداية، من الناحية العسكرية، ماذا تعني هذه الضربة الإسرائيلية لمطار دمشق؟ هل يمكن اعتبارها ضربة نوعية سيادة العقيد؟ سلامي لك أستاذي الكريم والسادة المشاهدين. الحقيقة أن يعني الضربات الإسرائيلية مؤخرا على أهداف في سوريا بدأت تأخذ منحى آخر، يعني حيث أنها كانت تستهدف المناطق المتواجدة فيها الميليشيات الإيرانية بعيدا عن الجيش النظام. أما في الفترة الأخيرة فبدأنا نلاحظ أن، ولأن إيران قد التصقت في الجيش، بدأت إسرائيل تضرب المناطق وهي أهداف تابعة كثكنات أو مطارات أو إلى آخره تابعة لجيش النظام بشكل كامل، وبمعنى أن يعني من يريد أن يحمي هذه الميليشيات فليتحمل هذه الضربات. هذا عن الضربات بشكل عام. أما عن ضربة المطار أول أمس، فيعني أنا لدي حديث آخر عن هذا المطار إذا كان الوقت يسمح. طيب سيادة العقيد، لو ناقشنا، ربما هناك تغير لقواعد الاشتباك بالنسبة لإسرائيل، طبعا من خلال الأضرار التي أحدثتها الضربة الإسرائيلية في مطار دمشق، هل يعني أو هل يمكن وصف أن إسرائيل ربما يعني دخلت طورا أوسع من شل قدرات إيران وميليشياتها داخل سوريا؟ هل من الممكن أن نقول ذلك سيادة العقيد؟ بكل تأكيد أنه يعني هناك من يسأل لماذا لا تقطع خط معبر البوكمال القائم، لماذا لا تقطع معبر لبنان، معابر بالأحرى، نعم، لبنان سوريا. لكن الظاهر مؤخرا أن إسرائيل بدأت تستهدف رؤوس الجسور الموصلة إلى سوريا داخل سوريا. فمثلا يعني مطار دمشق الدولي بالذات لم يعد مطارا لدمشق ولا، نعم، لسوريا، نعم، هو عبارة عن مطار إيراني، حيث أن أصلا عدد رحلات الطيران المدنية من هذا المطار محدودة وشبه منعدمة. لذلك هو فقط مخصص لاستقبال ولهبوط وإقلاع الطيران الإيراني كرئيس جسر لتمرير قواته ومسلحه. سيادة العقيد، هل يصح لنا القول أن تل أبيب بالفعل تريد خروج إيران وميليشياتها من سوريا؟ هل يصح لنا ذلك؟ يعني أنا أقول تماما ونعم، لكن يعني صيغة أخرى. أنا أقول أن أمريكا بعد دخول روسيا إلى أوكرانيا بدأت تستعجل ترتيبات الشرق الأوسط الجديد، لذلك أوكلت هذه المهمة لإسرائيل. أما من حيث المنطق العسكري والمنطق حتى السياسي، وجود الميليشيات الإيرانية يعني مجرد أن تبعدهم إسرائيل عن الجنوب السوري، يعني أقدر أقول لك أنها تبعدهم وهي قادرة على ذلك إلى ما وراء دمشق باتجاه الشمال. لكن يعني ما يبدو الآن أن الترتيبات جاءت بحيث أن ميليشيات إيران فقدت الحماية الروسية إلى حد ما والجوية طبعا، والنظام ليس لديه الطيران الكافي لحمايتها، وبالتالي أصبحت بدون غطاء. لذلك يعني بدأت إسرائيل يعني استلمت المهمة إسرائيل، وبدأت بضرب ميليشيات إيران في طريق إنهائها من سوريا. هكذا أنا أرى. ولكن سيادة العقيد، ولكن هناك نشاط إيراني في شرق سوريا، على سبيل المثال ماذا عن نشاطهم في مطار دير الزور العسكري وأيضا محيطه؟ هل يترك بهذا الشكل سيادة العقيد؟ ليس فقط مطار دير الزور، أنت إذا ذهبت إلى باتجاه الجنوب إلى مطار الناصرية ومطار الشعيرات أصبحت ملكا، يعني أصبحت بيد إيران بنسبة 100%، وهي مطارات يعني صحيح أنها في الوسط لكنها أقرب إلى الجنوب. أما بالنسبة لمطار دير الزور وخاصة بعد سحب القوات الروسية المتواجدة في المنطقة، أيضا أصبح المطار إيرانيا بشكل كامل، لكن يعني ليس نشيطا
باستقبال الطيران الإيراني، لأنه أصل الطيران الإيراني قليل، ثم أنه يكلف إيران نقل المواد أو الأشخاص الذين يهبطون في مطار دير الزور باتجاه الجنوب باتجاه دمشق ومحيطها، يكلفهم أكثر. لذلك هي تستقرب الهبوط في مطار دمشق الدولي، ومطار دمشق الدولي الضربة الأخيرة له أنا أراها ضربة إعلامية 100%، وهي كنوع من إعطاء النظام الذريعة بأن المطار تعطل، المطارات لا تتعطل. سيادة العقيد، عرجتم في كلامكم إلى ربما هناك تراجعا روسيا، هذه الهيمنة والوجود الإيراني جاءت متوازية مع التراجع الروسي بشكل معين، هذا التراجع إلى أي مدى يشكل خطرا على سوريا والمنطقة؟ التراجع النشاط الإيراني بدأ واضحا تماما، طيب. خاصة يعني لدينا في المنطقة الشرقية وفي وسط البلاد، لكن بعد الفقدان أو يعني تراجع الحماية الروسية الجوية لميليشيات إيران، أنا أرى أن يعني هذه ليست أكثر من محاولات عابثة، لأنه لا يكافئون شيء أمام الثوار، وخاصة أننا كلنا نعلم أن ميليشيات إيران غير مسلحة بأسلحة ثقيلة وأسلحة استراتيجية، هي مسلحة بأسلحة خفيفة ومتوسطة ودون المتوسطة، طيب هذا كل ما لديها. سيادة العقيد، من ناحية استراتيجية، هل تتحمل الولايات المتحدة التمدد الإيراني في سوريا؟ هل يمكن تحميلها المسؤولية كاملة؟ بعد كل الذي رأيناه، نعم، الميليشيات الإيرانية في سوريا تعمل بأوامر أمريكية، قد يكون عبر وسيط من قبل روسيا مثلا أو من قبل دول أخرى، يعني لا نريد أن ندخل بهذه التفاصيل الآن، لكن قولا واحدا الميليشيات الإيرانية هي أداة الفوضى الخلاقة في المنطقة، وتعمل بتوجيه وأوامر حتى أمريكية. طيب سيادة العقيد، أخيرا وباختصار لو سمحتم، يعني ما المطلوب دوليا لكي تنسحب إيران كاملة من سوريا؟ ما المطلوب؟ قرار أمريكي لا أكثر ولا أقل. لا يعني لا يمكن أن تنسحب إيران من سوريا ما لم تتلقى إما هي إيران بالذات أمرا بالانسحاب، أو أن تف يعني 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 يرفع القيد عن الأيادي التي تضرب إيران، نعم. مثلا التحالف والتحالف العربي وإسرائيل كدرجة أولى. عبر سكايب من إسطنبول الخبير العسكري والسياسي السوري العقيد حاتم الراوي، شكرا جزيلا لكم.